يلي بدها ريحة شمعة طيبة وبتجنن هدول هني. بس الأسود أكتر، أسود ريحته طيبة كتير، وإذا بتكون طفوا النار مثلا وتحطوا غطاء لحاله بتنطفى، ريحته كتير طيبة، وهذا هو سعره. وكمان هدول طيبين ريحتهم، عليهم عرض كمان. هدول كمان نازلين جديد، تحطوا سسواراتكم فيها، تحطوا على هيك على شوفنيرة. كمان هدول علب محرمة لون أسود، وهذا اللون فيه كمان. هدول كمان موجودين هون، إذا عندكم طناجر سخن مثلا تحطوه تحته، تحطوه على طاولة المحل. كمان لمبادرات كمان، والله رخيص، هذا هو سعره. هدول كمان نازلين جديد، هدول هاي كبيرة كمان نازلة جديد. ولي كمان طاولات صغار، تحطوا جريدة أي شيء هون. هيك كمان قطعتين مع بعض، كمان تجي هيك مثل ترابيزة طاولتين مع بعض. كمان فيها طاولتين مع بعض، هذا هو سعره. هيك كمان، كمان نازل جديد، هيك تحطوا شمعة فيه. كبار هدول، حجمهم كتير كبير، 30 يورو. كمان في هاد، هاي كمان ناعمة كتير، فيهم ألوان، هاد بني، هاد فضي. هدول كمان كراسي نازلين جديد، كمان عليهم عرض. كمان مكنسة على البطارية، كمان هيك بتصير تحت الديوانات هيك شغلات، 150 واط، 70 يورو. شوفوا لي هالأنينة نودلين كبيرة، أنا عم بستعمل منه كمان، كتير ظريفة وريحته طيبة وتقيلة كمان، هذا هو سعره. تنظيف التواليتات، وهدول إذا أولادكم عم بيتزحلطوا بالحمامات، هذا بلزقوا بالأرض مشان ما حدا يزحلط بالحمام، هذا نوع صغير. هاد كمان لمحارم، تحطوا محارم زيادة هون وتعلقوا واحدة هون. هدول كمان نازلين جديد، في زونات كتير حلوين والخفيف. هذا هو سعره. ولكاسات شاي، هذا سعره كويسين والله، أنا بأخذ منه كمان. Yok.
هذا لازم يكون بالبيت فيه هاد للتناجر لحتى تحت الطوايات. هذا كتير كويسة، راح أخذ واحدة منه هلا وراح نجربه مع بعض. هلا بدي أنظف المجلة كمان. هاي نطفت بعد 10 دقايق بعد ما دهنتيها، بعدها بعشر دقايق بتفركيها بالصيفة، وهذا هو النتيجة، بينضف يعني كل شي كروم، تناجر، الطوايات، كل شي كروم بينظف. وكمان هاي الباب الفرن كمان راح نمسح فيها، نحط شوي هيك. يا جماعة عن جد إذا اشتريتوا هذا الدواء والله راح تدعولي، أقسم بالله راح تدعولي. شوفوا ما أحلاها صارت الباب، ما كانت هيك بصراحة، كنت أنظفها بس ما كانت تنظف، بس هذا الدواء نظفته على السواء. شوفوا تلميع ما أحلاه صار. بعد 10 دقايق بدعي فوق تفركوه بالسيفة، بالليفة يعني، بسيفة تبعيت الجلي مثلا، بتفركي ماكن وهيك بصير ما أنظفه. هلا هي كمان تنجرة كمان رح ننظفها. هاي كمان زي ما فركتيها وما حطيتي لها كلور وما تعبتي حالك فيها ما رح ينضف. هلا رح نجرب هذا المعجون. هلا رح نعيفه 10 دقايق. شوفوا صبايا هذا هو النتيجة، ما انضفها صارت. بتعيفوا معجون عليها 10 دقايق وبعدين بتفركوا، ما انضفوا صار والله.